نبدأ عجينة العيش ده اللي احنا عاملينه. هبدأ دلوقتي، انا ولا دهناها حاجة ولا رش الوش بتاعه حاجة ولا اي حاجة خالص، يا دوب عملت العجينة سبتها تخمر، بعد كده رحت مكوراه كور صغيرة على قد حجم العيش اللي انا عايزاه، ورحت سايباه بالشكل ده على ورق زبدة علشان نشوف اما يستوي هيبقى عامل ازاي. تعالوا بقى دلوقتي نحطه في الفرن ونشوف شكله لما يطلع كمان هيبقى عامل ازاي. بسم الله. نتابعه لان هو ما بياخدش وقت اصلا في التسويه. نيجي بقى دلوقتي نشوف العجينه بتاعتنا اخبارها ايه. عجينتنا عباره عن دقيق، لبن رايب، سكر وخميره وملح وميه دافيه للعجن، اسهل من كده مفيش، وزيت. عجينتنا عباره عن ايه؟ كيلو دقيق، وبرده مش هحط معيار للدقيق علشان مش هنعتبرها كيلو دقيق، علشان ممكن زي ما يسحب مني غير ما يسحب منك والكلام ده كله، ماشي؟ دقيق، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة من السكر، كوبايتين لبن رايب، ونص كوباية زيت سندباد وميه دافية للعجن. ما عنديش لبن رايب يا نونا، أعمل إيه؟ ما فيهاش أي مشكلة، ممكن نعمل بحليب عادي. ما عنديش لبن رايب، ما فيهاش أي مشكلة، ممكن نعمل بحليب عادي. تمام؟ عندي، بسم الله الرحمن الرحيم، آدي العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم نص الكمية دي. او ماشي، ممكن نعمل الكمية كلها، ماشي. وادي اللبن الرايب، بالشكل ده كده. ممكن نحط كيلو دقيق وعليه كوبايتين اللبن الرايب ونشوف هو هيسحب مننا مية قد ايه. ادي السكر، وادي الخميرة، وادي بس معلقة صغيرة كده من الملح، ونبدأ نخلط الخليط ده كله كده مع بعضه، ونشوف بعد كده هي هتسحب مننا ميه قد ايه، والميه تكون دافيه عشان تنشط الخميره معانا. بسم الله، بالراحه كده لحد ما تلم معانا، ونشوف هتحتاج ميه ازاي. بصوا كده شكل العجينة معايا عامل ازاي. بصوا ملزقة تلزيقة خفيفة، ملزقة تلزيقة خفيفة، تمام. هي كده محتاجة ايه؟ كل اللي هي محتاجاه شوية دقيق صغيرين، ونرجع نعجنها تاني. اهم حاجة عشان العجينة معانا تدينا نتيجة مظبوطة ان هي تتعجن كويس قوي، من ربع ساعة لتلت ساعة، وعلشان العجان بتاعنا ما يجرالوش حاجة لا قدر الله، ممكن ان احنا نعجن على مرحلتين، يعني نعجن ونبدأ ان احنا نستنى شوية ونرجع نكمل تاني. مين معانا يا آية؟ مدام سناء، صباح الهنا. الو نونة،
صباح الخير يا روحي عليك. صباح الفل، عليك. صباح الهنا والجمال على حضرتك، عامله ايه؟ سلم ايديكي على كل شيء وربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا يبارك لك انت يا رب. بسأل النهارده بقى يا مدام نونه، ايه الفرق بين العجن باللبن الرايب والزبادي؟ حاضر، عينيا الاثنين. ولا الاثنين زي بعض؟ الاثنين زي بعض، كل يعني دي بيدوا نتيجه واحده ولا بيدوا نتيجه واحده؟ لا نتيجه واحده، كل سواء اللبن الزبادي او اللبن الرايب، كل دي بتبقى اضافات او اجتهادات مننا اللي بيبقى موجود يعني عندنا في البيت. ممكن الرايب نستبدله بزبادي. بالظبط، ولو ما عندناش ولا رايب ولا زبادي هنستبدله بحليب عادي ما فيهاش اي مشكله. تمام يا معايا ولا قفلت؟ طيب اللي موجود عندنا هنشتغل بيه ما فيهاش اي مشكله. كل دي بتبقى اجتهادات للعجينه نفسها زي ما انت عايزه، واللي موجود عندنا بنشتغل بيه. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بنبدا نعمل كده، نقطع العجينه. بصوا ما شاء الله عليها عامله ازاي، بنقطع العجينه زي ما احنا عايزين كده، والحجم اللي احنا عايزينه. هي متخمره ومعانا بصوا ما شاء الله عليها زي الفل. على حسب بقى، عايزاه كبير عايزاه صغير زي ما انت عايزه، حسب حجم رغيف العيش اللي انت هتستخدمه. نعمل كده بالشكل ده. بصوا انا هتلاحظوا ان انا العجينه ما دهنتش المكان اللي انا بشتغل بيه دقيق. ليه؟ انا عايزاها ما تبقاش ناشفه عشان ما تشققش معايا. بصوا كده، هي عجينه ما شاء الله عليها مش محتاجه حتى ان انا اهدن او ارش رشه دقيق. اهي ورق الزبده بتاعنا اهو، وابدا احط كده. نلم بس كده العجينه بالشكل ده. حاضر، بالشكل ده كده، واجي وهي في الصاج اروح عامله كده. عايزه تعمليه بره تبططيها بره زي ما انت عايزه، الحجم اللي انت عايزاه، مش محتاج ولا نشابه ولا اي حاجه. اللي في الفرن ما شاء الله عليه بدأ ان هو يقب معانا، وهنشوف شكله قبل ما نطلع الفاصل. مش دهناه اي حاجه، ولا دهناه بيض ولا دهناه ميه ولا حليب ولا اي حاجه خالص. اهم حاجه لما يطلع بنحطه يتهوى حوالي 5 دقايق، وبعد كده نغطيه علشان يفضل طري معانا وما ينشفش. عايزه تفردي بنشابه ماشي، بس انا مش شايفه ان هو ملهوش داعي، وبتسيبيه بيخمر وبعد كده بتسوي معانا. بصي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده ياخد اللون اللي انت عايزاه، وبعد كده نطلعه ونشوف شكله هيكون عامل ازاي، ونشوف كمان الفراغ من جوه والتفريغه بتاعته هتكون عامله ازاي.